البداية طبعا الحمد لله رب العالمين، اليوم افتتحنا حديقة الفجيرة للمغامرات بمرحلتها الثانية، وبفضل توجيهات ودعم سيدي سمو الشيخ محمد بن حمد الشيخ حفظ الله ورعاه ولي عهد إمارة الفجيرة، الحمد لله اليوم أطلقنا الحديقة التي تعتبر الوجهة الأحدث والأفضل من نوعها على مستوى المنطقة بشكل كامل. حديقة المغامرات أضفنا لها 16 نشاط مختلف بكل نواحيه، أنشطة مغامرات متنوعة، كل نشاط يتميز بتجربة مختلفة عن الآخر، كل نشاط يعتبر من الأفضل على مستوى مش بس المنطقة، العالم أيضا. هذه الخطوة وضعت الفجيرة ووضعت حديقة المغامرات كوجهة سياحية جديدة في المنطقة، وتعتبر منافسة لما حولها في المناطق الأخرى. ويأتي هذا ضمن طبعا الجهود المبذولة والتوجيهات السامية لنا أن دائما نحاول ونطمح بأن نستغل الموارد الجميلة الموجودة في إمارة الفجيرة. طبعا العمل هو عبارة عن توجيه صحيح ورؤية سديدة للمستقبل. فمن بداية المركز، مركز مغامرات في 2018، توجيهات سيدي سمو الشيخ محمد كان له رؤية أن رياضة المغامرات وسياحة المغامرات ستصبح من أهم عوامل نجاح السياحة بشكل عام، كجزء من السياحة العامة لتطور بنية تحتية في أي دولة. ففريق العمل عمل يعني بشكل دؤوب من بداية المركز إلى اليوم هذا للعمل بطريقة صحيحة، من دراسات، من تعاون مع شركاء، مع مؤسسات أخرى في الإمارة وخارجها، للوصول للمرحلة هذه اليوم، مرحلة وضع حديقة الفجيرة للمغامرات كوجهة سياحية وتعتبر أكبر حديقة مغامرات في الشرق الأوسط. يعني اليوم احنا في إمارة الفجيرة عواملها تساعدنا على استخدام هذه العوامل، مثل جبالها وديانها، طبيعتها، تضاريسها، أو حتى بأبسط معايير السياحة البيئية والجيولوجية أضين أيضا، فأصبحنا وجهة سياحية بشكل تلقائي. هو الفكرة بشكل كامل للسائح أو الراغب في الخروج من المألوف أن حديقة المغامرات والفجيرة بشكل عام تعتبر كتجربة استثنائية ككل. يعني حديقة المغامرات حديقة وسط الطبيعة، وسط إمارة الفجيرة، تبعد عن الشاطئ 10 دقائق فقط، تبعد عن الإمارات الأخرى لا يزيد عن 45 دقيقة 50 دقيقة فقط. كل الخدمات موجودة، كل التجارب الجميلة موجودة، طبيعة، ثقافة، تراث، أصالة إمارة الفجيرة تنعكس من خلال هذه التجارب الموجودة حاليا في الفجيرة كلها. فحديقة المغامرات تعتبر جزء بسيط من منظومة كاملة حاليا، شفت التطور اللي حصل فيها في آخر سنتين في إمارة الفجيرة، فأصبح هناك يعني عدة مثل ما نقول إضافات جميلة للإمارة. فالله طول عمرك عندك أول شيء الأنشطة المختلفة اللي نعتبرها تعتبر بشكل متقدم، أنشطة المغامرات مثل الحبل الانزلاقي، السقوط الحر، الرجوحة العملاقة، تعتبر أطول مرجوحة في العالم من بتصميمها حديدي، يعني تعتبر هذه تجربة جديدة، الكياك الموجود، الخدمات والمرافق الموجودة، وأنشطة للأطفال والعائلات بشكل كامل.